الزمالك اكيد محتاج مهاجم مظبوط ولا مش اكيد؟ شكله غلط. مش اكيد. لا مش اكيد. لا لا مش اكيد. احنا دلوقتي عندنا سيف الجزيري في الزمالك، سيف في فورمه كويسه جدا، وعمر السعيد يعني لعيب منتخب تونس ولعيب مميز جدا. وجهه نظر انا الشخصيه، انت هتجيب مهاجم اجنبي ويقعد احتياطي او سيف يقعد له احتياطي، يبقى انت اهدرت في بوزيشن تاني او صح. فلوس في صح. مكان ممكن انت تستفيد، فانت ممكن تجيب جناح وارد انه يلعب سترايكر لو احتاجته، لو سيف مش موجود ممكن ولا جناح يمين جناح جناح شمال. وعمر السعيد يكمل ولا ما يكملش؟ يعني ياخد فرصه في مكان تاني ولا ممكن الزمالك يستفيد منه؟ ما يعني الامور بالنسبه لعمر صعبه، لان الاصابه جت عطلته فتره كبيره رغم ان الراجل كان بادئ بيه في الاول. هو لعيب كويس صراحه، يعني لعيب كويس لما بس هو من النوع اللي هو ياخد على طول. انما انت داخل تحديات كتيره السنه الجايه في افريقيا وسوبر وكاس وحاجات كتير. لو رجعت مروان كمان فبقى عندك البديل المصري الكويس. هيبقى عندك هيبقى عندك يعني ممكن عمر يبقى موجود. ممكن يعني الراجل اختياراته. بمناسبة سيف الجزيري، سيف الجزيري نفسه مستواه تحول. هو كان لاعب جيد على فترات في الزمالك، يعني يدي مباراة كويس مباراتين وبعد كده تلاقيه بيهبط، مباراة مباراتين ويهبط. دلوقتي بقى اسم وعنصر في منتهى الأهمية في نادي الزمالك. إيه اللي حول سيف الجزيري كده؟ أنا هسألك السؤال وكان عندي إجابة بس عايز أسمع إجابة حضرتك الأول. هو طبعا قناعته بفرير. وهو الراجل اتكلم معاه. وجيه حصل جيه هو في قبل ماتش في الدوري ايه اهلي والزمالك قبل اهلي والزمالك اتاخر فيه في تونس اتاخر فيه. يعني هو انا دي بالنسبه لي نقطه التحول. هي دي نقطه التحول. لا لان الموضوع جد وان الراجل ده محترم. مش بهزر، انا بكلمك بجد. يعني في اوقات احنا كلاعيبه نعمل اختبارات للمديرين الفنيين بالظبط كده، شوف هيجي معانا ولا مش هيجي. صح هينزلني الماتش اساسي ولا اجي متاخر، اجي بعد التمرين. والحقيقه كان هو مسافر فعلا والطياره اتاخرت. فهو يعني بيحترم المجموعه اللي معاه. على فكره الحق ما بيزعلش طبعا لما بتبقى فير انت. يعني ممكن يطبق عليا نظام، انا كاسماعيل يطبق عليا نظام جوايا ابقى محترم او خصوم او خصم او فعلا انا اتاخرت عن ميعاد او ميتنج حصل مثلا مع الهيد كوتش بتاعي واتاخرت، فبيحصل خصم او ما يدخلنيش المحاضره عادي جدا. عشان هو لو انا اتعاملت من اول يوم كده هيخسر المجموعه اللي ملتزمه معاه. صحيح. فهتلاقي اتنين تلاته منهم يجوا الماتش الجاي لا فهو لا عنده الموضوع ايا كان مين. شيكابالا يقدر يدي للزمالك قد ايه؟ ربنا يطول لنا في عمره في الملاعب طبعا يعني